المدرسة التانية واللي هتنافس للوصول للمباراة النهائية. الحصان الأسود من محافظة الفيوم، نرحب كلنا بمدرسة أبشوية الثانوية. مدرسة أبشوية الثانوية تأسست المدرسة عام 1908، وكان مقرها آنذاك مدرسة أبشوي الإعدادية، ثم انفصلت بذاتها عام 1968 بمقرها الحالي. شاركت المدرسة منذ تأسيسها في جميع المسابقات والمناسبات، ونالت العديد من الأوسمة والشهادات في كافة المجالات العلمية والرياضية. تخرج في مدرسة أبشوي الثانوية العديد من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة. هيمثل مدرسة أبشوية الثانوية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم سارة أيمن. طبعاً إحنا مدرستنا فخورة بينا جداً إن إحنا قدرنا نوصل للمربع الذهبي، وإحنا كتيم حاسين قد إيه إن مجهودنا اللي إحنا بذلناه ما ضاعش، وإن إحنا عملنا كل اللي نقدر عليه عشان نوصل هنا، وفخورين بجد بالمستوى اللي إحنا وصلنا له. أحمد حسن. طبعاً برنامج العباقرة برنامج عظيم، حفزني على إن أنا أحب أقرأ كتير وأبحث كتير، وإداني ثقة كبيرة جداً، وعرفني على أصدقاء كتير من مختلف المحافظات. علياء أحمد. يوسف هينزل فقرة تحت الضغط، والماتش ده مهم جداً بالنسبة لنا، وأكيد هو عليه ضغط كبير، عشان كده عملنا له تجارب ممثلة تحت الضغط، وإن شاء الله يجاوب على أكبر عدد من الأسئلة، وإن شاء الله نوصل الكاس. محمد بدوي. طبعا انا شايف ماتش النهارده ماتش صعب جدا، مدرسة صنباط طبعا مدرسة قوية جدا لانها وصلت للمربع الذهبي، لكن باذن الله احنا قادرين ناخد الماتش ونوصل للنهائي. أبشوية الفيوم ما شاء الله عملت موسم قوي جدا، كم نقطة لغاية دلوقتي؟ 465. 450 نقطة لحد دلوقتي. خدتوا لقب الحصان الاسود بتاع البطولة، حاسس ان انتوا ضحكتوا كده على الموسم ده في هدوء كده، وتخطفوا الماتشات وتجروا، صح؟ والله هو تعبنا وتوفيق ربنا. الحمد لله. الحمد لله. احمد حسن جاهز؟ جاهز ان شاء الله. عليا استعديتوا؟ الحمد لله. عليا تقولي ايه لفريق صنباط الثانويه؟ هو في البدايه اكيد مدرسه قويه جدا للوصول للمربع الذهبي، وتعبوا جدا، واحنا نوران وريم بقى اصحابنا خلاص، واحنا جايين تو هاف فن، واكيد هنقول هارد لك ليهم ان شاء الله يعني. حلوه رساله شديده اللهجه دي، انا بحبكم بس هارد لك. بدوي جاهز ان شاء الله؟ ماتش هيبقى صعب اكيد طبعا. ساره واحمد حسن وعليا وبدوي بتمنى لكم كل التوفيق. الغربيه والفيوم، الفيوم والغربيه، العباقره في الموسم